قبضة رجال الأمن. شاب يستهزئ بذوي الاحتياجات الخاصة حيث طلب من متابعيها تظاهر بالإعاقة في حال مصادفتهم دورية أمنية أثناء منع التجول. تم القبض. تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص ارتكبوا عدة جرائم تمثلت بسرقة 36 سيارة و 67 جريمة سلب عمالة وإحراق سيارة بعد الاعتداء على قائدها، إضافة إلى مخالفة منع التجول وتعريض حياة رجال الأمن في نقاط التفتيش للخطر بتجاوزهم بسرعة جنونية وتعاطيهم للمخدرات. تم القبض. ضبط 35 متسولا من جنسيات متعددة في أحياء متفرقة. تم القبض. 3 وافدين يزاولون المتاجر بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم. تم القبض. شخصان حاولا الهرب أثناء استيقافهما للتثبت من هويتهما. ضبط بحوزتهما 100 قرص مخدر وعبوتان من مادة مسكرة. تم القبض. مقيمان أحدهما يصور الآخر في أحد التطبيقات التفاعلية أثناء صعوده على مركبة أمنية ودمج مقطع صوتي والتباهي بفعله وتوثيق ذلك ونشره عبر حسابه. تم القبض. مقيمان قاما باستدراج وافدين لإيصالهما إلى وجهتهما ثم الاعتداء عليهما وسلب ما بحوزتهما. تم القبض. قائد مركبة يتعمد صدم جهاز رصد آلي على أحد الطرقات العامة. تم القبض. مقيمان استغلا تصريح السماح لهما بالتنقل لإخفاء مقيم آخر والتنقل به داخل مركبتهما. تم القبض. قيام شابان باستيقاف قائد مركبة في أحد الطرق العامة ومحاولة الاعتداء عليه بسلاح أبيض. تم القبض.